انا عندي كبد وقوانص ايا كان الوزن بتاعها سلقتها، سلقت القوانص لوحدها في الميه وسلقت الكبده لوحدها، بمعنى صح انا عندي الكبد والقوانص اللي في المقادير دول مستويين، تمام؟ دي اتسلقت لوحدها ودي اتسلقت لوحدها. بعد كده عندي فلفل رومي احمر، فلفل حامي، طماطم، وعندي بطاطس مكعبات، بصله مفرومه، وتوم مفروم، شويه بقدونس بيدوا ريحه وطعم حلو قوي، ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وشويه زيت. ونقول كمان عشان خاطر ساره تحفظ المقادير وتروح تعمل الوصفه دي على الفطار ان شاء الله. بص يا ساره، كبد وقوانس مسلوقين طبعا دي عرفتيها، فلفل رومي احمر، فلفل حامي، طماطم، بطاطس، بصل مفروم، ثوم مفروم، بقدونس، ملح وفلفل، كمون وكزبره وبابريكا وشويه زيت، بس كده هي دي المقادير بتاعتنا. زيت، وهنزل ببصله، بصل بتاعنا بصلتين كده حلوين يتشوحوا كده مع الزيت والريحه الحلوه اللي طالعه، نسيبها تتشوح وبعدين نعمل خلطة حلوة قوي كده في الكبة. الخلطة بتاعتنا يا جماعة هنحط فلفل حامي، بسم الله، وفلفل رومي وتوم جوه الكبة، نقلب بس تاني كده اهو، يلا بينا، بسم الله. ادي فلفل حامي، فلفل رومي الصيام بقى اهو كده ماشي، فلفل رومي، وهحط معاه فلفل حامي، وهحط معاه كمان كام فص ثوم، حاجه زي الهريسه كده بس ايه على سريع يعني، وشويه ملح فيها كده، ونضرب كل الكلام الحلو ده. دي بقى اساس حلاوه وصفتنا النهارده، بسم الله، نضرب كده بس يا ست الحبايب، وعملنا اسرع هريسه في الدنيا، اسرع هريسه فعلا ممكن تعمليها. فلفل مع ثوم مع شويه ملح واضربيهم كلهم كده وخلاص. هنجيب طبق وننزل فيه الهريسه دي كده، بسم الله، بصوا الريحه طالعه ايه، قويه، انها قويه. بصوا شكل الهريسه عامل ازاي دلوقتي. بقى الهريسه الحلوه دي هاخد منها معلقه كبيره على البصله، ابتدوا شموا الريحه بقى اهي، واقلب، واحنا بقى بنشوح كده هننزل بالقوانص. القوانص مستويه والكبده كمان مستويه، اجي القوانص معانا اهي، ونقلب. بتقول لكم نزلنا بالقوانص الاول علشان الكبده ما تتهريش، هو صح طبعا، النظريه صح 100%. بصوا بقى، بس في معلومه بقى تانية يا ساره، اللي هي ايه بقى، لما بتسلقي الكبده الاول عمرها ما بتتهري. الكبده لما بتتسلق في ميه يا جماعه ومعلقه خل، اولا ريحتها بتبقى حلوه جدا، ثانيا عمرها ما بتتهري منين، لان الكبده خلاص بتستوي، بتقفش على نفسها، تطلعيها من الميه وتسيبيها كده في الهواء تتشمع، تشتغلي بيها بقى زي ما انت عايزه ولا اي اندهاشه. ننزل بقى بالطماطم، بسم الله، بميتها كده. عايزه اقول لكم الخلطه الحلوه دي او كباب الحله بالكبد والقوانص ده وانت شغاله فيه كده ريحته بتبقى جايبه اخر الدنيا. بصوا ازاي، نقلب اهو، ولاحظوا حاجه، نص كيلو كبد وقوانص بالخطوات دي يعمل لك وليمه حلوه. ننزل بقى بالكبده، وتعالوا بقى دلوقتي نتبل بقى، قلنا ملح وفلفل اسود، وادي شويه كمون، شويه كزبره، وشويه بابريكا، بيدوا كده ريحه حلوه، والملح والفلفل بتوعنا اهو، يلا بينا. ادي الملح وشويه فلفل، زودي الفلفل الاسود سيكه كده، وقلبي بقى وشمي الريحه، نقلب تقليبه حلوه، بسم الله كده، شايفين ازاي
وتعالوا بالمره واحنا بنقلب عشان ما نقعدش نقلب تاني، نحط معلقه صلصه ونزود بقى الميه وخلاص، وتسيبيها تغلي وتبقى كده هي جهزت معانا. بصوا ادي الصلصه هنا كده، حوالي معلقه كبيره مليانه مش اكتر من كده، لان احنا مش بنطبخ، احنا يا دوبك بس بندي ايه كده قوام كده حلو لكباب الحله بتاعنا. شويه ميه سخنه حوالي كوبايه كده، بسم الله. بس كله عندي مستوي، انا مش محتاجه غير ان البطاطس بس تكمل سواها، ونقلب. الله الله الله، وعيشوا بقى، عيشوا الريحه على ما ان شاء الله الاذان يبدأ، وتعيشوا الطعم. ودايما بقول لكم يا جماعه الوصفه الحلوه اللي تعجبكم ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه على الفطار، ولكم بالمثل ان شاء الله. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال والحلاوه، الله الله. بس والبطاطس كمان دخلت في السوى، ما تقرصيش عليها في التسويه قوي عشان البطاطس ما تتهريش. بصوا ايه ده بقى الجمال ده يا ساره، تيجي نزود شويه ميه؟ يلا بينا، شويه ميه صغيرين عشان على ما البطاطس تغلي غلوه ما تكونش نشفت مننا، تكون برضو الكبد والقوانص بتاعتنا او كباب الحله بتاعنا ده يكون لسه طري، مش عايزاه ينشف. اهو يا جماعه بالمنظر ده، على الريحه اللي طالعه، على الريحه اللي طالعه يا جماعه. هسيبها كده تغلي غلوه، وهنعمل فيها بقى حته حركه هتخلي الجيران يخبطوا عليكي يقولك هي الريحه الحلوه دي جايه من عندك، ولو قلت لهم اه يقولك يبقى الفطار عندك النهارده ان شاء الله. ايه هي بقى الحركه دي؟ بقيت الهريسه اللي عملناها مع بعض دي في الاخر خالص، ادي ميه الفلفل اللي نزلت من الكبه كده، وادي معلقه على الوش كده. بصوا المنظر، ايه ده؟ ايه صلاح اللي بيحصل ده يا صلاح؟ اين انت يا صلاح؟ اه يا عيني عذبناك معانا النهارده. نقلب ونغرف على طول بس كده. بصوا خدوا بقى كده شويه في جنب الطبق كده. الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. رشه بقدونس بسيطه وخلاويص، وجبه سهله وسريعه بس الخلطه بتاعتها قويه، خلطه حلوه. ممكن تغمسيها بعيش، ممكن تعملي جنبيها رز ابيض، عيشوا بقى وشويه مخلل كده، الترش البلدي بتاعنا الجميل. والف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب.